كيف يمكن التعامل مع طفلك السمين؟ يجب أن تساعديه على تخطي ما يصادفه من متاعب مع زملائه، هذا أول شيء. هذه نصائح إلى الوالدة، وأن لا تزيد الطين بلة باستعمالك الألفاظ التي يستعملها رفاقه ليسخروا منه. ساعدي طفلك على اتباع نظام حمية صحيح ومتوازن يؤمن له كمية الطعام الكافية دون أن تكون غنية بالوحدات الحرارية. قدمي إليه خضار طازجة والسلطات المحضرة بالحامض من دون الزيوت. هذا النوع من الأطعمة يشبع دون أن يسبب السمنة. وحاولي أن تجعليه يعني يخفف الخبز والسكاكر والحلويات، وإياك أن تقطع الطعام عن الطفل، يعني لا تقطعين الطعام مرة واحدة، عفوا يعني أقصد عدم قطع الطعام عن الطفل، ولا فسوف يلجأ إلى أكل السكاكر والحلوى في الخفاء. إياك أن تعطيه عقاقير معينة بدون استشارة الطبيب. طبعا في عقاقير خاصة مسؤولة عن انقاص الوزن مفيدة للجسم بعد استشارة الطبيب لها، وأيضا يوجد عقاقير خاصة بانقاص الوزن تؤذي الطفل وتسبب له أمراض كثيرة في المخ والخلايا الجسمية والأنسجة والهرمونات. استعملي العقاقير من أي نوع كان مع طفلك باستشارة الطبيب، وتسبب أيضا في أنواع تسبب اختلال في توازن الهرمونات في الدم، يحتاج إلى عناية خاصة من قبل طبيب مختص في هذا المجال. ولا تكترثي للإعلانات التي تعلن أن يوجد عقاقير للعلاج بدون استشارة الطبيب. وكل ما يقال أو يشاع عن هذا الموضوع هو كذب على عقول الناس واستقلال المال لكي يؤدون بعض الأقراض الضارة للجسم. واستشري يعني استشيري الطبيب واعملي بنصائحه بدون كلل، وحاولي انك ترفعي من عزيمة طفلك لكي يكون عنده إرادة لفعل هذه الأشياء في ابتداء، يعني في بداية الموضوع راح يكون صعب عليه، بعدها ينكسر الحاجز وبالتدريج ينزل من وزنه بدون أذى جسمي مخالط للأمراض الأخرى التي تكلمنا عنها. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.